بعدين انا باكستانيه لله اعطاني هذا غرفه هون زي سيدنسي اصلا. دي البنك كشفته في الكمبيوتر بقيوا في راتب. انا دو بكره انا بروح بلقي كشف بلقي اعطوني بطاقه راتب خلاص. جاي من عسكري نكيب ستة ونص سنة عسكري مدينة طبية عقبة مستشفى ايدون ميدان اول. أنا راحت وزارة الصحة. وزارة الصحة حكيت هل أنت go to desert؟ Yes, why not؟ سبعتاش سنة خدمة. بعدين واحد دكتور ما نقلني فصلني. بعدين أنا باكستانية لله أعطاني هذا غرفة. قاعدة 7-8 سنة 2008 27 واحد 2008 حتى هون هون زي سيدنسي اصلا. أول امبارح بعرفني أنا ما بعرف مفاجأة. صاير أحل مشان هني متوسط مو غني. باكستان حياة كتير غالية.